يعني دكتور هيك بس تكون موجود معنا، بنحب نحكي بعد عن كتير أمور، بنحب نستفيد من حضرتك. نحن اليوم بلشنا بالقلب، بلشنا من التوز، بركي نطلع شوي أكتر طلوع كمان. مثل ما حكيت حضرتك، في أوقات عم بيروحوا الأشخاص على الأوفر. إذا بدنا نحكي عن الترتيب بشكل يعني عن جد يكون شخص ناتشورال، ليه عم نفقد هيدا المشهد الناتشورال بس يكون حدا عم بيعمل شوية هيك رتوشات إلا ما يبين؟ أكيد لازم كل تشخيص وإله علاجه. اليوم بدي أقول إذا تخطينا وطلعنا على الوجه، وقت ما بيكون في عنا يمكن حفرة بسيطة ولا تجعيدة بسيطة بنقدر نتخلص منها من خلال الوخز والأبر، لكن عندما تتخطى هالشي وبيصير في ترهلات بتفيد عن حدها، أكين من وراء العمر، أكين من وراء التدخين، من وراء الطقس، من وراء الاير كونديشن، الشمس، الهرمونات وخربطة الهرمونات والمينوبوز والتعب، كل هالاشياء بيعطوا هالوجه التعبين، لعيون النعسين الدبليني. بقى هون بقول منه مسموح أبدا نلجأ إلى الحقن. هون بيكون في عنا علاجات من خلال عملية جراحية إضافة إلى الليزر كمان لشد عضلة الوجه، وبالتالي هون منلاقي الإنسان استعاد حياته 20 سنة لورا وقدر يرجع ينوجد بالمجتمع بشكل مرتب. هيدا نفس اللي الشخص عم نشوفه، نفس أكيد السيدة بيفور أن أفتر نفس الشخص يعني. وبعد 20 يوم من قبل أف. يعني العملية تطورت. هيدا شو نسمي دكتور؟ هيدا الميني ليفتنج اللي بنسمع عنه؟ هيدا الميني ليفتنج مع شد العضل بالليزر. اوكي، هيدي الطريقة المتطورة جدا يلي صرنا نستعملها. من خلال جرح بسيط نقدر نوصل للعضل ونشده ونعمل إزالة لكل هالترهلات اللي موجودة. أكيد السيدة كانت مدخنة كبيرة وعندها مشاكل وستريس بحياتها ما أدى إلى ما شفناه. هون أنا رفضت كليا ألجأ إلى الوخز. هون كان الحل دغري نقوم بعملية مع الليزر لشد كل هالترهلات اللي موجودة وإخفاء علامات وأثار الندبات اللي كانت بالسابق مثل ما عم نشوفها. أثار حب الشباب بيصير يظهر أكتر وأكتر مع ترهل البشرة وبيصير يبين مثل تجاعيد. وهون هيدي ما هي إلا كناية عن ميني ليفتينج مع شد بالليزر لعضلة الوجه بالليزر، ومنلاقي فعلا غيرت لحياتها للأفضل طبعاً. من دون ما تغير معالمها. وإذا منقارن صورها اليوم وصورها من 20 سنة منلاقيهم كتير متطبقين مع بعضهم، ما صار فيها التغيير. يعني هون لو السيدة لجأت لأنه نحن بنقول هيك بدارش تنفخ خدود أو تزبط، كانت تشوهت لأنه هون على الطبيب أنه يوجه السيدات شو لازم يعملوا. وللأسف بلبنان أنه معظم يلي بيشتغلوا التجميل منه جراحين تجميل، بيكونوا عادة أطباء عاديين أو يمكن أطباء ما بيعرفوا يعملوا شد للوجه أو ما ميني ليفتينج. بيكون عندهم السلاح الوحيد بإيدهم هو النفخ، وبتلاقي آخر شيء أنه صارت وجوه السيدات كلها منفوخة. وهيدا أكبر غلط، لأنه هون منغير معالم السيدات. نحن اليوم بدنا نحافظ ونعمل لهم رجنيسمان أو تصغير الوجه وإعادته إلى ما كان عليه مع المحافظة على نفس المعالم، مش أنه أشخاص نبطل نعرف مين هن أصلاً. أكيد. يعني هيدا الحلو بعالم التجميل. وقت ما بيتخطى هالشي بيكون تشويه أنا برأيي، وبيكون الواحد فقد هويته، فقد زيته، فقد الايدنتيتي تبعه، لأنه الوجه بيبقى هو أنبل منطقة بجسم الإنسان. نقدر نخبي كل شيء حتى عند المحجبات، الوجه هو طبعاً أهم شيء وأنبل بيكون ظاهر. دكتور صعب بدي أختم مع حضرتك، بس هيك نصيحة منك، إذا بدك التجميل أو إذا ما بنروح دغري للتجميل، الإبر والبوتوكس، من أي عمر بتنصح أنه الأشخاص يقوموا فيه؟ أكيد هيدا إنديفيدويال. الإنسان يلي عنده كل الوقت عاقد الحاجبين بدي أقول، ولا عنده عطول عبسي، مع أنه في غنية لعاقد الحاجبين يعني. ما لازم يعني بوتوكس. بقى هون نحن بدنا نفتش على الرجار المرتاح، على النظرة المرتاحة. ما بدنا الإنسان يخوف بنظرته. بقى إذا كان عنده عبسة حتى على عمر 15 و17 سنة نقدر نلجأ مرة وحدة للبوتوكس ويرتاح يفك هالعقدة الحاجبين. لأنه عند هول الناس إذا نطرنا لل25 و30 سنة بصير بدها تعمل كل حياتها بوتوكس
اوكي اوريدي صار في عندها اثار العبس القديمه. اكيد الوخز يلي بنعملهم كفيلينج او ما يعرف بالفيلينج لازم يكون هيالورونيك اسيد، لازم يكون بدوب، ممنوع ابدا نحط دواء دائم، وهالشي ما لازم يكون قبل العشرين لخمسة وعشرين سنة برأيي، وبيكون بمحلات معينة. البوتوكس بيختلف لأنه هي كونتراكسيون، شدة عضل، بقى منقدر نتخلص من هالرفلكس يمكن بعمر صغير من خلال ضربة وحدة أو إبرة وحدة. وهون نحن عايشين ببلدان حارة كتير منتأثر بالعوامل الخارجية، كرمال هيك استعمال الكريمات هو بخفف من الوخز، وبالتالي هون اليوم تطورت كتير الكريمات. يعني اليوم بنحكي بكريمات مؤلفة من كافيار وذهب وخلية جزعية يلي هي أحدث ما تطور إليه العلم لحتى نحافظ على بشرتنا بهالعالم. نعم دكتور نادر صعب اختصاصي بالجراحة التجميلية، بتشكر حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك، استفدنا كتير من حضورك. طبعا من دايما التطور بالمجال الطبي كان على صعيد يعني على مختلف الأصعدة، بدي أقول أهلا وسهلا فيك. شكرا ميراي. مشاهدينا فاصل وبنرجع.